حياكم الله. اليوم فقرتنا فنية مميزة مع ضيف فنان مميز أطربنا وما زال يطربنا بصوته الجميل وأداء للفن الكويتي الأصيل. ومو بعيدة عليها الشيء لأن ابن فنان مخضرم هرم من أهرام الفن الكويتي الشعبي خصوصا فن الصوت الفنان حمد خليفة. الله يعطيه طولة العمر إن شاء الله. ضيفنا الفنان صلاح حمد خليفة مطرب الجيلين. مساء الخير الفنان الجميل المتميز والشعبي هذا الاسم اللي تحبه صلاح حمد خليفة. مساكم الله بالنور وحياكم الله وأنا حقيقة سعيد فيكم صراحة. كل زملائي في الاستديو يقولون يعني ترضيني يغني سالم يا سالم وما تقول غادة يا غادة. بداية صراحة سعيدين بحضورك معنا في الاستديو. إن شاء الله خليكم. إحنا نتشرف فيك وسعيدين يعني بهذا الفن الجميل اللي راح تقدمه لنا. ديت يعني في مجالك وهذا المجال اللي ممكن يكون صعب على البعض ولا جمهوره وما زال له جمهوره، ولكن قبل لا ندش بموضوع ومواضيع الفن وهالامور هذه كلها نبي نعرف ليش هالغيبه هذه؟ ليش بخلان على جمهورك؟ ماني بخلان والله، بس انا حقيقه يعني تشامت صراحه من الكاسيت ومن المشاكل اللي حصلت لي فابتعدت، بس ولكن ما اقدر ابتعد عنه اللي هو العود. أيه. حبيبي. نعم. فشنو انا عندي سمرات يعني يمكن بالاسبوع 3-4 سمرات يعني ما وقفت، وتدري الحين الوقت هذا الحين غير وقتنا. أيه يعني صح. الحين سمره تقولها اليوم الكويت كلها يعني تشوفها بالواتساب وتسمعها اليوتيوب واليوتيوب يعني على طول يعني متنقله. وعندي المدارس يعني يعني كوني مدرس يعني أم قاعد أشتغل طبعا في أغاني التخريج وأغاني البداية أعداد الحفلات المدرسية وغيرها من هذه الأمور. نعم يعني الحمد لله ما وقفت يعني. نعم. متواصل وياهم وحفلاتي برا الكويت يعني متواصل يعني دولة قطر والإمارات البحرين مشارك وياهم على طول ومعه فرقة المجلس الثقافي للفنون والآداب. حلو. طبعا اشارك وياهم كمطرب صوت في طبعا في مهرجان القريم مؤخرا كانت لك مشاركات جيده وممتازه. اي فمشاركاتي وياهم يعني صارت يعني شعبيه بحته. صحيح. وهذا كان يعني بداياتي وانا الحاب هالشعبي وماخذه من الوالد. الله يحفظه ويحيي لكم إن شاء الله ويعطي طول العمر. صلاح نرجع شوية إلى فترة التسعينات، ما شاء الله كنت متألق فيها، حققت الكثير من النجاحات سواء عن طريق الفيديو كليب اللي صورته في العديد من الأغاني أو حتى الأغاني اللي طرحتها في هذه الفترة. كلمني عن الفترة بالضبط، شنو تحس إن هي فرقت معك بعد ما انتقلنا إلى الألفية وصرت فقط متخصص بالشعبي؟ يمكن أول ما بدينا يعني أي مطرب يروح أي شركة يعطونا الشمس بيد والقمر بيد. صحيح. بس من يعتجي شوية عاد يصير المحاسبة، خاصة إذا أنا عقدي بينتهي أساس لا أروح شركة ثانية فأقضب عليه كذي بالقطارة لين أهرسل. شفت شلون يدقون ثوم كذي يدقون مرة واحدة. فيعني صار الإساءة يعني أنت تبي تقدم شيء حلو وتبي تقدم شريط شعبي، وانا شريط شعبي اساسا ما يكلف يعني. فاذا يعطيني المبلغ اللي ما يسوي اغنيتين اسوي شريط كامل. فهذا اللي يعني ما ارضى حق اسمي اصلا، ولا ادق سمره ولا ادق تعطيني مبلغ ما يسوي لك اغنيتين. فهذا اللي صار بدايه المشكله يعني. يعني اعطيك 3000 سوي لي شريط، شو 3000 اسوي شريط؟ فهذا اللي بدايه العثره. وبعدين كل ماله وزيد 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 لين الحمد لله الله يعني فكنا
وقلت خلنا أجرب مع شركة ثانية. فهم كذي أنا قاعد فترة طويلة يعني على ما يعني خلصت من الشركة الأولية قاعد تقريبا بأربع سنين. يوم سويت عقد ويا الشركة بس أنا شوي إن حطيت يعني يعني أهم شرط لي يعني لصالحي يعني كل سنة أنزل شريط إذا أخرتني لاغي العقد. فنزلت 2005 أول شريط بعدين كان يقول لي أنت يبي لك سنتين على ما يجيك دورك. سنتين على ما يجي دوري. قلت هاي البطلنا وتم هذا بس قلت بعد لي متى يعني خلاص. الفن الشعبي يمكن من أكثر الفنون اللي يعني لامست الفنان صلاح حمد خليفة. نعم. وأنت يمكن ورثت عن الوالد عسى الله يطول لك بعمره وعسى الله يحفظه. وهذا الفن هو محفور بقلوب الكويتيين. أكيد يعني أكيد. وأنت قاعد تتكلم عن فن الصوت وغيره والسمرات وقلت أنك أنت ما زلت. أي طبعا. مع السمرات ومع هالأمور اللي يعني فعلا تحس بجمالها. إحنا نبي نعرف الفن الشعبي هذا شنو يعني لك أنت بالضبط؟ هو الشعبي هو بداياتي هو الأصالة. هو أنا مثلا نفس البيت اللي أساسه قوي ما يطيح اللي أساسه هش على طول ينتهي. هذا الأغنية أنت حتى عن الأغنية بالذات الأغنية القديمة ليش للحين نسمعها؟ لأنها مبنية بنيان صحيح اللي جيت من الكلمة تلقاها كلام مؤثر إذا جيت حق اللحن. نعم. لحن يعني يدش من هنا ما يطلع يركز في الذاكرة يركز صحيح. وإذا جيت حق الأداء هو المطرب يؤدي بضمير لأن شنو يعني قبل الأغنية يقعدون هم الثلاثة المثلث اللي يسمونه المثلث هو المطرب والكاتب والملحن. الكاتب يقول معاناته بالشعر ياخذها الملحن يصورها بلحن يسمع المطرب فيعايش وياهم فيا أداءه يصير أداء الشاعر أداء الملحن فتركب الأغنية 100%. الحين وقتنا الحاضر شلون أي جاهز الأغنية أحط الهاتفون أغني حتى يمكن ما أدري عنها حتى الكلام يكتبوا لي مرات بالاستديو قول كذي قول كذي قول كذي شلون عندك الإحساس إنك تأدي ولا شلون عندك الإحساس تعرف إن الشاعر هذا شلون طلعت منه المعاناة اللي كتب هالكلام شلون هالملحن شلون قاعد هالفترة هذا اللي لحن قبل ملحنين قبل بالسنة يطلع له لحن أو لحنين بس يكونوا خالدين. الوقت الحاضر الملحن يسوي له 30-40-100 ويلا هالمطربين وتشوف الأغانينا يعني الوقت هذا يعني اسمعها. قصدك تقول أنت ما في أي مبالاة حق الألحان الحالية أو حق الكلمات وإحساس الشاعر عشان يتذوق الفنان. وقبل المادة مو أهم شيء يعني قبل الأغنية كاملة كلها يمكن ما تصير على بعضها 100 دينار يعني 30 زمان يعني استاذ. أوكي يعني 30 ولا 30 والمطرب 40 ما تطلع 100 يمكن أقل بعد. الوقت الحاضر لا يعني المفروض يعني كلحن ولا ككلمة يصير أقوى من قبل لأن أنت مدفوع فيها يعني ما أقل من 500 دينار زين يعني تقريبا راتب أو نص راتب. فالمفروض يعني أنا أتعب لي يعني أنا كرأي يعني حق ملحن ولا كشاعر إنه أعصر نفسه طلع لي قصيدة حلوة أحسن ما طلع لي 10 ما لهم نكهة أو طعم ما لهم نكهة صحيح. فهذا هذا هذا المقصود إنه قبل يتعبون أساسي تنجح أغنية هذه يعني يقعدون فيها 3-4 أشهر يعدونها أساس تطلع وشوفها تكون خالدة ما تنسي صحيح. الحين ما في حتى الجيل الجديد يرد على القديم لازم يرد على القديم. على طاري الجيل بالفعل أتفق معاك يعني في النقطة إن الشباب بعضهم صاروا يحبون جو السمرات والسهرات إنهم يتمعون ويقولون حتى الأغاني القديمة يرجعون يعيدونها مرة ثانية من خلال الجلسات. طبعاً. شو رأيك في الشباب اللي صاروا يسجلون الأغاني على سديات وبعدين صاروا يحطونها أيضاً حتى في الجلسات؟ مو هذا 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 الأساس. أنا إذا بتعلم الأصول لازم أرد حق الماضي. صحيح. هذا. مو بس أنا حتى يعني أبهاتنا وأجدادنا يعني يروحون حق الفن الصح يعني الأساس اللي نقول دولة الكويت معروفة بهالفن صحيح. دولة الإمارات معروفة بهالفن
يعني عندهم الإيقاعات خاصة إيقاعاتهم المعروفة. فكل يعني فنان يرد حق ماضية حق أصله، وهذا الأساس لك كمطرب. يعني شلون تميز المطرب؟ يعني أنا يجي أغني أغاني الجديدة، إنزين بعدين أنا ما عندي أساس أساساً، أنا ما عندي أساس وبغني هالأغاني، أوكي أغنيتهم لكن أنا ما عندي الجاعدة، ما عندي الثقة بالنفس، لأن السمرات تعطي الإنسان ثقة بالنفس، شلون يؤدي وشلون يكسب هالناس هذه، وياخذ الجمهور رأيهم على طول مباشرة طبعاً. وإذا أنت إذا أنت زين أو مو زين تأخذ نصيبك على طول. صحيح. يعني مو ما في مجاملة، إذا أنت مو زين قالوا لك يلا غيره غيره، وإذا زين بعد أغنية نبي نسمع بعد أغنية، لا خلاص خلصت تلقى قال عطنا بعد واحدة يبا عطنا بعد واحدة. إنزين إيش رأيك تعطينا بعد واحدة وإحنا نحب صوتك وأنت زين. الله يسلمك. وش تامر فيه بس أنت؟ اللي تامر فيه أنت واللي بخاطرك. تبون شيء شعبي يعني؟ نسمع. أنا أحب البداية تكون يعني من فنة، يعني هو الصوت. دمعي على الخد دمعي على الخد من فرق المحب بينيها من والشوق بقاضيه ما تدري بالكالوس ايش صار، يعني الناس والمشاهد ما قاعد يشوف شيء اللي قاعد يصير ورا من بدايه ما دقيت الصوت، فتحس بتفاعل الناس، ويعني فعلا هالاداء الراقي هذا احنا نفتقده هالايام. للحين في طلب على هالاغاني؟ طبعا وحمد. طبعا يعني ايش اقول لك، يعني خاصه الحين يعني الصوت واليماني والعدني ردوا عليه يعني بقوه. العدني لجمهوره طبعا، وحتى الصوت لجمهوره.
وحتى السامري له جمهوره، وحتى الاغاني القديمه لها جمهورها. فالقديم كله حلو يعني، اذا جيت من الفن البحري للصوت لليماني للسامري للاغاني القديمه تلقاها لها. حتى انت يعني كفنان ولا شخص عادي اذا سمعتها ما ودك تغير، ما ودك تخلص. فليش؟ لان خلاص رونقها عجيب متكامله. يعني انا اصورها نفس الرسمه اللي فيها برواز وملونه وفيها جام اساس انها لا تخدش. الله، عرفت شلون؟ فهذه اذا صارت متكامله هذه لا غبار عليها. احنا راح نريح وياك بفاصل، وراح نريح صوتك الجميل هذا. الله يسلمك. اللي ردنا حق زمن جميل جدا احنا نحبه ونحب هالصوت. الله يسلمك. فبنريح حنجرتك مع المشاهد الكريم وانتظرونا مستمرين مع صلاح احمد خليفه. أنجز تيك برجر الجديد من أرديز، متعة المذاق الرفيعة. الآن كيري في علبة جديدة. كيري كيري كيري. أنجز تيك برجر الجديد من أرديز، لحم الأنجز الفاخر المشوي على اللهب. والبيبر مايونيز المميز داخل خبزة هارديز الجديدة. أنجز تيك برجر الجديد من هارديز، متعة المذاق الرفيع الآن للجميع. لأن كيري محضرة من القشطة والحليب الطازج طعمها لا مثيل له. كيري كيري كيري. لأغذي نموهم العقلي والجسدي أقدم لهم بروجريس جولد الجديد. أغمريهم بالدلال والسعادة والفرح ونحن نغذيهم كما يجب وكما يصلح. شعرك أغلى ما عندك وبيستحق أحسن عينيك. بديل الزيت الجديد من دوف، تركيبته الخفيفة بتم امتصاصه بشكل أسهل من المنتجات الأخرى. وبخلي شعرك أكثر سلاسة ونعومة. استمتعي بالفرق اللي رح تشعري فيه مع بديل الزيت الجديد من دوف. اجتمعنا بعد فراق. كل الفكرة أنه نكون كلنا سوا، صدقيني رح ننبسط. كبرنا وكبرت همومنا. لازم أحكي معك بشغلة مهمة. اختلفت تجاربنا. حبيبي الموضوع ما نو مثل ما أنت مفكر. حتى لو كنت عم موت لا تعطيني إياهم. إذا لاقوك رح يقتلوك. سكر على الباقي مشان ما نجح بعض. سنوات الصفصاف الجزء الثالث على الراي. مآلات جبنة مثلثات البقرة الضاحكة بطعم الفلفل الحار. أنجز تيك برجر الجديد من أرديز، متعة المذاق الرفيع. أنجز تيك برجر الجديد من أرديز، متعة المذاق الرفيع. الآن كيري في علبة جديدة. كيري كيري كيري. ومع الفنان الجميل الشعبي صلاح حمد خليفة. الفاصل نسمعك تتكلم عن الأغنية، تقول شنها أمس كنا نصورها. ذكرياتك معها. شفت شو اسمه فروحة تصوير وفروحة، عرفت شلون يعني صار التصوير. تصوير يعني غرفة صغيرة ترسوها ألعاب
ويهال. كان بسيط صحيح. يعني شيء يعني مو مكلف وشيء حلو. الألعاب كلها ما أدري أي شركة جابت الألعاب وايد ألعاب يعني. هالغنية وايد ضربت وحققت نجاح، كل عيد ميلاد الحفلات بالمدرسة كانوا يغنونها. تدري ليش؟ لأن هادفة. صحيح. وبعدين سن الطفل يعني أنا يوم نزلتها يعني في مطربين وايد حذروني منها. أغنية الطفل تحطها ويا شريطك. فزهلا خير يعني عبد المجيد عبد الله والفنان عبد الكريم عبد الغادر يعني استانسوا وناسه كبيره. قال الله حلوه حلوه حتى على هون على هون يعني تمسك معك. قال اي قال لازمه حلوه. قال لي هذه غلطان اذا شلتها، مع ان في مطربين قالوا لي لا 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 جازف. قلت له انا بخليها لان انا قاعد اقول انا مدرس وخاصه عندي يعني الابتدائي. قاعد اقول ليش ما يصير اغنيه لهم؟ صحيح. يعني المسرح صح ان يقولون الاغاني بس مو بالكاسيت. يعني يمكن الفنانه هدى حسين غنت قبل اغاني شو اسمه للاطفال وكانت الفكره حلوه بس ما في غيرها بعد يعني. بس أنا قلت ليش ما أسوي يحبوني اليهال وبالمدرسة وياي. حتى أنا ما أعرف أخباري إلا منهم. صاب اليوم حاطينك بالجريدة اليوم حاطينك مجلة اليوم حاطينك بالتلفزيون. أعرف أتابع نفسي عن طريقهم. فقلت لازم بس شنو لازم شيء يعني أبي يطول فيها شغل مبين الأغنية. أي فشنو مع أن ترى الأغنية اساسا مو حق طفل. ما كانت حق طفل؟ لا، بدايه اغنيه غزليه عاديه. على هون على هون مشى والخطوه مخزونه، على هون مشى ويا حلو عيونه. اساسا يعني هذا بس الكلام اللي يعني بعد لا هو سندي ولا بهندي. قلت يا مو حلو الكلام. قعدنا ترى حتى هذا يعني عفوي ها حتى كلامها عفوي. وبتلاحظ يعني يمكن مو الشاعر اللي مرتب يقول كلام 100% كلام نثري. كل واحد يقول له كلمه كذي يجمعهم 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 وزناهم وقلناها وصار اللحن انه ركب عليها. واللقاء على الطنبوره حلو يعني. وش الشكه هذه؟ اي الطنبوره هذه يعني احنا نقول من اللقاعات الراقصه وحق الطفل يسانس فيها صح. والحمد لله يعني لقت نجاح كبير يعني من اول ما نزلت. ويمكن هي اللي رفعت نسبه مبيعات شريطي كان يعني وصل اكثر من 2200 و2500 الف نسخه في هذا. مع ان الشريط اللي قبله هو سالم يا سالم جاب له يمكن 200 يا عشان اسمي موجود يمكن قبس على شريطه كان. لا لا بالعكس هاب 200 الف نسخه يعني زين بالنسبه مطرب له ثلاثه شرطه. بس يعطيك العافيه انك غنيت باسمي. الله يسلمك. مطرب الجيلين لقب وايد حلو. نعم. اللي لقبك بهاللقب هذا منو وشنو يعني لك هاللقب؟ اللقب هو يعني الشخص او اللي اعطاني هاللقب هذا لأني أنا أغني القديم بروح الجديدة. يعني لو تلاحظ كل أغاني لازم تلقى فيها من البحري. طريقة الآهات ولا طريقة هذا تحس إنه جديدة ولكن كنا مسموعة من قبل. يعني سالم يا سالم الناس يقولون قديمة أنا عايدها وهي أغاني جديدة يعني حديثة يعني لحن طارق الفنان طارق العوضي وكلام شعر احمد وسام. ف يعني انا اذكرها يعني جربتها. دقوا علي هم مصر قاعد يشتغلون حق شريط فقال محمد كتبنا لك خوش قصيده شعبيه ما شنو شنو تقول كلام كتبته هذا بسمره. انا قاعد كان اقولها والعالم قام طامر ما شنو. قلت بدل نجحت بالسمرة 100% تنجح عند الناس وصارت عنوان الشريط. حلو. على طاري الجيلين ما شاء الله يعني انت ووالدك الكريم تمثلون الجيلين بالفعل، لكن كعلاقتك بوالدك من خلال الموسيقى من خلال الاغاني حاليا شوفك انت مقل، ما شجعك وقال لك ارجع مره ثانيه للساحه مارس الغناء القديم او الشعبي؟
لا هو الوالد يعني يعني كان بالسابق يعني مو حابني اساسا اظني يعني صحيح اي فكان ما وده ولكن خلاص يعني استسلم انا اخذت رابع ثانوي بس انتهى خلاص هو خايف انه الدراسه صحيح. لا 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 تطوف الدراسه من اخذت رابع ثانوي واشتغلت بس خلاص انتهى قال بس يعني انا اللي بغيته يعني اخاف عليه ومن حقه يعني اي 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 اب يخاف على ولده صحيح. يعني هذا مستقبل صحيح. فكان حقيقه يخاف علي وبعدين لا لا حلو اليوم حاطينك كذي حلو حتى بالشرطة أنا أخذ رأيه إذا هاي بش شلون كذي قال لي زين عارف إذا زينة ولا مو زينة من ردة فعله فإذا حسيت نص نص أشيلها على طول بس إذا قال إيه هذه حلوة خليها ف وأنا على يعني فيني طبع يعني الفنانين كلهم إذا زاروني يعني في الاستديو أسمع الشريط كامل وقبل لا ينزل الشريط بالسيارة يعني أي مطرب أشوفه إيش رأيك فيه أخذ الحس الفني أول بعدين ربعي أخذ الحس يعني العام فأشوف شنو كذي كذي فيقول لا هذه تضرب هذه تضرب كل واحد له أغنية بس الحمد لله أقول بدل كذا أغنية يعني الشريط الحمد لله يعني مو أغنية واحدة وفي ناس تسوي شريط كامل عشان تطلع أغنية صحيح وأنا الحمد لله يعني أنا أذكر مرة داق علي العروي من المغرب شنو أنت هل شريطك ما يكلف شيء أغانيك يحطون لك 4-5 أغاني وراشد الماجد شريطة مكلفة أكثر من 30,000 يحطوا لأغنيتين ثلاث وأنت هذا والباور ما شنو قلت والله يعني الله موفقنا في هالشريط هذا مع أن عمار البني كان يعني يعني جيد في هندسة الصوت وهذا فصار شريط حلو يعني اللي هو راح خلي وعلى هونه اللي فيه هالمجموعة هذا يعني تحس أن البساطة ممكن أنها تفرض نفسها على المستمع هو شو مو الاستديو هو هي الأغنية أغنية مرات بعود تقول الله مرات تحطها بأغاني في تسجيل وما شنو يمكن تهضم حقها عرف شنون يعني زود نقص يصير صحيح. مرات يصير فعط الأغنية حقها حقها صحيح يعني أنا نفس الحين شنو بيعطينا حقنا نسمع بس الصوت يعني يعني أنا ما أحب يصير أورجو يعني بالصوت ليش تحس إنه يأخذ من نكهته لا ما يأخذ مني عيال لا من نكهة الصوت أو الأغنية إنه ما يناسبها لا لأن أساسا عود ومرواس صحيح الصوت عود ومرواس يعني نضفنا عليه كمانجا والقانون ممكن لأن آلات منفردة بس ما يصلح أورج يصلح مع الأغنية ممكن لكن مع الصوت مستحيل نسمع راح خلي من ينادي ومن نسيت ولا نقول لكم سامري بدال احنا بلشنا مثل ما تحب ناخذ سامري عيل سامري أحسن Yeah.
أحسنت. السلام عليكم. إحنا ما نقول القصيدة كاملة، هي تذكار. حلو، كتذكر لنا. أي نعم. حلو، نرجع نكمل حوارنا معك أستاذ صلاح. ذكرت من شوية أن أنت كأستاذ تدرس الطلبة. نعم. ليش ما ندخل عنصر التدريس في ارتفاع الذوق الفني؟ يعني الطلبة ما شاء الله أكيد يحبوا حسن الموسيقى. طبعًا. اللي يحب الأغاني الشعبية واللي تحس أنه هو متربي على الأغاني الحديثة، شوي ندخل لهم مادة الصوت، ليش ما تعلمهم؟ والله شوفي، يعني بالابتدائي يعني هو سهل يتعلم، بس أساساً أنا مو مدرس تربية أصوات، مو مدرس موسيقى، أنا تربية بدنية، يعني أنا ألعاب. فهي فكرة يعني يا ريت يعني يوثقون يعني التدريس يعني حق الطلبة بالشعبي، والشعبي يعني تروالي على الطفل لو يسمع مرة ولا مرتين يتعود خلاص. صحيح. خلاص يشربه خلاص من صغر يعني تعلمه. ونفس الحين الفرق الشعبية إذا عيالهم تلقى كل حافظين، تلقى صحيح. هذا إيغار وهذا حلا وهذا طبل وهذا طار وهذا مرواز، تربوا عليها. لأن هني معنا صغار بالسن، ها تربوا عليها، بس لأن الآلات موجودة عندهم. صحيح. ويشوفون أخوانهم الكبار ولا يشوفون أبوهم ولا يشوفون عيال عمهم، فيتعلم على طول، يصير عنده سهل. وتلقى اللقاء، طبعا اللقاء هو اللقاء أهم شيء يكون بالإذن. أنا اللقاء الرتم شلون أنا أمشي عليه، إذا ما عندك إيقاع ما تعرف تأدي. صحيح. هو الإيقاع داخل، حتى إذا أنا ما عندي إيقاع ما أعرف أعزف، لازم الإيقاع يصير داخل. وأكيد الموهبة تفرض نفسها أكيد. أهم بعد يعني الموهبة يبيلها دراسة. يعني موهبة بروحها ممكن تكفي، لكن يبيلها دراسة. مو دراسة أنا أروح أدرس هذا. لا، الدراسة شلون يعني هو إحنا نقول الشارع يعلم، اللي هو المحك، هو المحك هو السمرات، المحك هو القعدات. هذا يتعلمك انت. يريتني بالسؤال، انت توك تكلمت ولمست ردة فعل الناس على أغنية من خلال سمرات. أهمية السمرات بالنسبة حق الفنان او الجلسات الشعبية بشكل عام. انا لو اقول لك ما اصدق، انا لو مو السمرات يمكن ما نزلت الكاسيت. ايش دعوة؟ والله لأن تبي ليش؟ إحنا قبل يعني أول ما سجلنا يعني بالثمانينات 86 87، يعني التسجيل مو نفس الحين. فشنو يعني الشريط يصير واضح، الشريط يصير مو زين، الشريط ينقطع، الشريط تلقى في ناس تلقى يسجل لك أخشه ما أعطي الربع ولا أعطي أحد، اللي ها يحن علي ولا شيء تلقى أعطي شريط. فعرف شلون؟ فشنو تلقى أنت تتعب وشريط اليوم يخترب ولا مسجله البطاريات تضعف ولا عرف شلون. ف ليش ما تروح؟ انا وعارضين علي كان شركه، لان انا سويت بشري عين، اغنيه بشري عين طبعا هي اساسا حق صديق كان، يعني انا مو بالساحه الفنيه ولا شيء، بس هذا صاحبنا يبي يسوي شريط عند أخ عزيز كان بيدرس بأمريكا، بيقدم له الشريط إنه ربعنا اللي بالديوانية وكلنا فنانين يعني، فنسوي له الشريط هذا حق التذكار، يعني يذكر الربع وكذي وهذا. فكل واحد اختار لقنيتين يغنيهم حقه، ووايدين إحنا كنا يعني كان جمال جوهر ومحمود فري وكان العماري، بس سلمان احمد يحط باسمه خوش جروب. اي يعني وشباب وتونا طالعين وما حد يعرفنا، فغنينا صارت بشري عين، سووهم شريطين، الاغاني القديمه حطوهم شريط والاصوات حطوهم شريط، لان انا كلنا اخترنا صوت واغنيه، انا سامريه وجمال جوهر يا ربة الحسن. يمكن الحين بعد فرقة ميامي أعادوها بصوت خالد الرندي يعني، وما شاء الله يعني أجادها. فصار إنه شنو هالشريطين حلوين وتسجيل يعني استديو، فراح باعهم، باع واحد على الشركة وواحد على الشركة ثانية.
من غير ما تدرون انت؟ بدون لا ما ادري. عرفت شلون؟ وصار ان الشركه دقوا علينا، والله دقوا عليك كانوا يقولوا والله كذي كذي، اعطوني عرض. قلت له والله انا للحين ما افكر يعني، ولا مو بالي اساسا شركه يعني. فصاح عليه الربع، جه من احسن لك ايش فيك؟ على الاقل نسمع صوتك واضح، استوديو وتركات وسوالف هاجي، كان يعني غايبه عنا احنا. دق سامراي كذي وانت سالفه ما تدري تسجيل حلو مو حلو، بس ان الناس اذنهم مو مسجله يعرفون هذا الشيء زين ولا مو شيء زين. يعني ثق يعني انه ما يطلع المطرب اذا هو سيء. اكيد اذا ما يرحبون في الناس طبعا هناك. يعني انا اذكر اول ما غنيت، مع انه يعني انا شايل اسم الوالد ها حمد خليفه، وصراحه حمد خليفه يعني اول سمره لي يعني كانت منطقة العدلية. أنا رايح السمرة يمكن قاعد على السور فوق أصف قبل نحب السمرات وكذي وكلهم كبار. فلتحني واحد الله ذكره بالخير براشد، قال براشد، ونزلوني وخلوني أغني. قلت له أنا قبل أيام الجاكسون شعر كذي، قال انزلوا أعطوني قطر ولا لبسوني. دقيت أنا أحب راشد الحملي، توني أتعلم الأغاني. يمكن حمد خليفة يعني هو أساس، لكن راجل حملي بسيط شوية. يمكن حمد خليفة الحين أنا حبيته لأن صوت الغوي، لكن راشد الأداء الريشة يعني حلوة كان يعني، وأنا أحب راجل حملي فأغلد راجل حملي بصوت راجل حملي ملك الغرام وكذي. فطبعا أنا مو زين يعني من الخوف صوت يرجف. أيه. يعني انت محك قوي. أيه. بداية وناس حواليك وكبار كلهم. أيه. يعني يعني مو اقل من الوالد يعني بالجاده بالخبره ما شاء الله كبار. يعني احنا نقول نروح نطالعهم بس وايد علينا شلون قاعد بوسطهم واللي يروسون الكبار. فعرفت اللي هذا بس بالبدايه بعدين لا تمخنت شوي. اي والاول شيء ما تدري اغني ولا خايف ولا ارجف يعني اتات. من اكثر الاغاني ابو حمد اللي يطلبونها منك بالسمرات، ما ادري عدني غيره، شنو اكثر الاغاني؟ طبعا هو الصوت يعني. الصوت، وفي صوت معين يعني لك الجمايل مال حمد خليفه نسمعها يحبونها نسمعها. اي حاضر ما انا دقيت انا نفس اللون لكن نسمعكم ولا يهمك. تفكر لك الجمايل لك الجمايل تهناهوك النهار والباشاير ملك قلب العميل
لعيني كلما رمضات وين ما زحدهم عليها يرجع البصر ستيك برجر الجديد من هارديز، متعة المذاق الرفيع. الآن كيري في علبة جديدة. كيري كيري كيري. فليك ستأسرك في ثنياتها. أنجس ستيك برجر الجديد من هارديز، لحم الأنجس الفاخر المشوي على اللهب مع سلطة هارديز الطازجة وجبن البيبر جاك الشهية والبيبر مايونيز المميز داخل خبزة هارديز الجديدة. أنجس ستيك برجر الجديد من هارديز، متعة المذاق الرفيع الآن للجميع. لخدمة التوصيل اتصل على 1-38-33. شعري خشن وغير لامع، فيك تلاقي لي طريقة لصالحه؟ نعم، بلسم صنصلك المغذي الجديد رح يعيد إصلاح شعرك ليخليه لامع وناعم. تمتع بشعر لامع رائع كل يوم. جديد من صنصل، بلسم مغذي. لكل واحد فينا واجهة خاصة تستعرض آراء واهتمامات. أكثر من 1,000,000 مستخدم في الوطن العربي، 235,000 مستخدم في الكويت، ويستقطب كافة شرائح المجتمع ويحتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي. كل ما يهمك في عالم تويتر ريتويت كل 3 في الأوقات التالية على الراي. أنجس ستيك برجر الجديد من هارديز، متعة المذاق الرفيع الآن كيري في علبة جديدة. كيري كيري كيري. نكمل حوارنا معك واشوفك كنت تسمع مقدمه المسلسل، شنو رجعتك الذكريات؟ حسيت متاثر فيها؟ هي وايد. لا، في مسلسلات وايد انا قدمت فيها، ان قدم فيها النهمه، وخاصه المدارس. يعني وايد بالمدارس انا سويت لهم نهمه عن الجزر، نهمه عن البيئه، نهمة يعني الموضوع اللي يبونه يقولوا لي اياه بالتليفون، اكلم يعني شخص كاتب زهريات يكتب لي اياه على طول. حتى مره العام سويت ويا الفنان فواز المرزوق يعني نوع الاوبريت كامل، يعني انا وياه
فغنيت في النهمة هم عن البيئة وعن الرسم وعن عرب يعني مواضيع، بس إن شنو أقولها كنهمة وصارت حلوة والله. فأنا عن الجزر وايد قلت في 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 محطات في مسلسلات، يعني حلو إن الناس تعرفني بعد إن أنا مو بس بالصوت يعني حتى بالنهمة. وايد لايك على صوتك القديمة. وايد لايك على صوتك، على نبرة صوتك. لأن أنا ما أخذ من الآخر القديم كلش. فتحس بالآهات اللي هي صجية يعني. صح. ما عشرنا البحر لكن نعرف إن شلون يقولون الآهة. أنا أشم ريحة البحر وقت اللي أسمع صوتك. يعني أحس إني قاعد على اليال كذي والنوخذة وداش بنص البحر. لأن مجرد ما تسمع نفس النغمات أو نفس طبقة الصوت هذه يشدك ويرجعك حق هالزمن الحلو هذا. طبعاً. أيضاً يمكن ما أدري رأيك، أنت قلته يمكن بمستوى الأغاني والألحان. نعم. لكن الأغنية الكويتية إيش رأيك فيها؟ مستواها وين وصلت؟ الأغنية الكويتية طبعاً إحنا يمكن هو مو بس الأغنية الكويتية يعني بكل المجالات حقيقة يعني. اللي يسمونه يعني أقوى شيء سبعينات وستينات والثمانينات وبعدين قال يا فن عليك السلام. يعني عليك السلام. ليش؟ أول شيء ما في اهتمام من منه؟ من طبعا يعني من منه نفسه ككديرة المفروض يعني أن الفن هذا التراث هذا لازم أحافظ عليه. يعني أنا كل سنة أو صار لي الحين 4 سنين 5 سنين أو يمكن أزيد من 2002 نروح نوثق الصوت في دولة قطر، والأولى إحنا بالكويت. صحيح. وإحنا مؤسسين الصوت، ويمكن إحنا أقدم من البحرين بالصوت. فالمفروض يعني يصير يعني سهرة مفتوحة حق الصوت، مهرجان الصوت الكويتي، أجيب الفنان. أنا مو شرط أجيب فلان ولا علان، يجيب يا أخوي من الشباب. إحنا نبي هالليلة تكون حق كويتية. هذا يعني مجلس الثقافة والفنون والآداب يسوي. صحيح. لكن في مهرجان القرين. إيه بس مو هذا، تبي لازم تبي على مستوى الكويت تكون دعاية لها برأيك شو ناقصهم؟ إيه وإعلام ويكون يعني هذا تراثك. حلو. يصير يوم فن بحري، يبون الفرق الموجودة بالكويت وما يقولون هذا فرقة فلان ولا فرقة، كلهم يمين صوت كويتي. هذا توثيق، أنا أوثق إن هذا فن كويتي. الناس الحين يعني دولة قطر تي تأخذ الفنون الكويتية كلها وهناك تذيعها. ليش إحنا الأولى؟ إحنا الأولى نستفيد من فنوننا. زين برايك ليش ما نسوي يعني ما يسوي مهرجان للصوت او مثلا ليش شنو ناقصهم ان يكون عندنا هذا التوثيق؟ ما ادري احنا عندنا كل شيء بس الشخص اللي ويمكن مسؤولين ما يبون في واحد ما يبي هذا الحين. انزين احنا ما نبي واللي حوالينا هم اللي يبون هم اللي يدعونا، ليش الاولى احنا هني؟ صحيح. واحنا هني حفلاتنا اوكي بيع عليهم. صحيح. عدل ولا لا؟ إيش حقه؟ ليش أنت ما تهتم في هذا الفن؟ ليش؟ يعني عندك يعني في شباب ينهمون عندنا بالكويت، العماري واحد منهم. صحيح. وكذا واحد ينهمون ومن الأصوات الجميلة، يا أخي ليش ما أستفيد منهم؟ أنا أسوي يعني نفس أنت ما سويت قبل أيام ستينات الفرق، سجلت حق أحمد خليفة، عود دوخي، حسين جاسم، كل هذول كلهم عندك تسجيل لهم الأسود وأبيض. نظيف وحلو ومرتب وهذا، ليش ما سويه الحين من أول؟ يعني يمكن سووا ولكن مو هو لازم كل سنة أسوي، لازم يصير مهرجان توثق فيه سنويا. يعني أنا اليوم جبت هالسنة جبت نقول صلاح حمد، السنة الجاية أجيب لي مطرب ثاني من الشباب. يعني عندنا ما شاء الله شباب حلوين وأدائهم حلو بس يبون شكل ما قالوا الدعم المعنوي والدعم المادي
وكثير يعني ما يحتاجون الشباب. انا ما اتكلم بالماده كثر ما اتكلم توثيق ان شنو ان انت باكر يحطونك تنعرف انت بالتلفزيون صحيح. لان الشاشه دش كل بيت صحيح. فتعرف ان هذه نعم. الشاشه ان انت توصل فنك عن طريقها. والفنون المتنوعه كلها كامله من سواء البحري من فنون الباديه بس بترتيب صح يعني اسويهم انا يا اخي خلي اسبوع كامل لهم بالسنه وكل يوم اجيب لي شغله صح. شنو توني وانا قاعد اسمع من مسلسل المنقسي النهمه الحلوه منك يمكن المشاهد تشوق يبي يسمع نهمه من غير حتى عود يبي يسمعها بصوت صلاح. انا لازم اقضب العود هو اللزمه أي. شكل ما قالوا خذ راحتك سهران من كزايد والعي من حيث نيران هجرك بالضمير ولعن او يا مال او يا مال. الله يعطيك العافيه احسنت صراحه مستمتعين وياك وايد لكن نروح فاصل سريع مشاهدينا نرجع نكمل حلقه اليوم مع الفنان المميز الشعبي صلاح حمد خليفه. أنجاز تيك برجر الجديد من أرديز متعة المذاق الرفيع. الآن كيري في علبة جديدة. كيري كيري كيري. كونز كراست بيتزا الجديدة من بيتزا هات بجبنة الكريم الغنية والدجاج بالعسل والخردل في كونز ذهبية مليئة ومليئة بالمذاق الشهي. املاها مرح وسعادة أولها في الكونز وآخرها في بيتزا من اختيارك فقط من بيتزا هات. ابشر مع جريدة الراي الربح مضمون. اشترك أو جدد اشتراكك بعشرين دولار كويتي واحصل فورا على جائزة قيمة وادخل السحب على ربع مليون دولار كاش وامية سيارة فاخرة. أرسل حرف راء بالعربية أو الإنجليزية أو اتصل على الرقم التالي. مع جريدة الراي الربح أكيد.
لأعراض فروة الرأس للغبار، التلوث والميكروبات المسببة للقشرة. كلير الجديد للرجل للتنظيف العميق يحتوي على الفحم النشط الذي يمتص الأوساخ، فهو يزيل الدهون الزائدة والميكروبات المسببة للقشرة ليمنحك فروة رأس نظيفة خالية من القشرة وإحساس بالانتعاش طوال اليوم. كلير الجديد للرجل، نهاية القشرة، نظافة وانتعاش طوال اليوم. أنجاز ستيك برجر الجديد من أرديز، متعة المذاق الرفيع. الآن كيري في علبة جديدة. كيري كيري كيري. اسم لنا سياسة، اسم لنا تعاسة، كافي صرنا بانتكاسة، وين يودي الطريق البلد مهجور جنة، كل من مستغني عنا، لا تخلونا وطننا ضايع ما له صديق، لا مدارس لا مباني لا مسارح لا مواني، لا ثقافة لا أغاني، حال ما اقدر اوصفه، اندثرنا وارتضينا حالنا غصب علينا، شمت العذال فينا ضيعوا فينا الوفا. مشعل العروي أبدع بهذه الأغنية، بس ملينا سياسة، تكلمت الأغنية هذه بإلسان كل كويتي، يمكن ردة الفعل كانت وايد قوية، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيره، كانوا الناس حيل متحمسين حق مثل هالكلام، كنا مشعل العروي تكلم بلسانهم وطلع اللي فيهم من الاحتقان السياسي اللي صاير والمشاكل السياسية، هذه كلها يعني انحصرت داخل الأغنية واحتوتها مع مشعل العروي. سالفة هالأغنية هذه بالذات معك أنت؟ بالعكس ماكو شيء، يعني الأغنية يعني أساساً يعني كان يعني كانت لي، يعني كانت لك الأغنية. إيه إن يعني سمعت اللحن ورددنا وسوينا أشياء بسيطة فيها وعلى أساس إن يركبونها بالاستديو. شنو صار؟ لا تفاجأت إن نزلت، فبالعكس أنا بالنسبة لي أنا مشعل العروي أخوي وعزيز علي. صحيح. فهي مو مشكلة من يغنيها، المشكلة الأغنية وصلت ولا لا. إحنا اللي نتحكى فيه إن إحنا في مشكلة. صحيح. إن نبي واحد يوصل هالشيء، يعني يوم صارت الفكرة يعني حتى الشخص اللي ترى يمكن راح تحارب فنيا وراح كذي يصير لك عليه وراح شيء، قلت له بالعكس حق الكويت اسوي كل شيء. صادق. ويعني انا تمنيت ان اكون انا اللي مسويها، بس يعني صراحه ما قصر مشعل، ادى فيها اداء حلو. صحيح. يعني هي اساسا يعني صوت مسوينها يعني هو صوت لي، لكن ابدع فيها مشعل، واحنا المهم مو صلاح ولا مشعل، توصل الرسالة، الأغنية توصل حق الناس المسؤولة. صحيح. حق الناس الكبار، الناس اللي تشوف هالبلد هذه، الناس نشوف لما تروح أنت أي دولة خليجية صراحة تحس من داخل كنا واحد طاقك بهنجر هني، الله أكبر، قبل لؤلؤات الخليج لؤلؤات الخليج الحين شنو وضعها الحين؟ لما تروح مطارات مكتوب الكويت الماضي وكذي وكذي وكذي، ليش احنا يحسسونا احنا خلاص انتهت، خلاص انتهى كل شيء عندنا، ما عندنا ابداعات، ما عندنا شيء، ولا بالرياضه ولا بالمسرح ولا انا ما اتكلم على غنى ولا اتكلم، انا اتكلم عن كل شيء، لا مطار نفس الاوادم، لا شوارع، لا لا لا، ليش احنا يعني نعتبر من دول غنية؟ صحيح. واحنا نساعد دول شو اسمه المجاورة، ونساعد دول عربية، ونساعد الدول الأجنبية، ونساعد دول العالم كله، وما الله فكنا من الأزمة إلا مساعدتنا احنا وحبنا الناس لنا.
لأن إحنا إيدنا بطلة، بس لازم أنا أبطل إيدي أوكي، لكن بس أشوف ديري عدل ولا لا. فتحنا جروح. إيه لازم يعني... أنت يعني إحنا نقول يمكن إحنا يمكن خلاص راحت علينا إحنا كبرنا وهذا الجيال جاية يعني باش شو بيسوون يعني يعني يمكن دبرنا نفسنا الجيال شو يسوون يعني شق عود طبعا، لكن إحنا نقول يعني اللي فيهم طبعا الموجودين فيهم البركة، وإن شاء الله ينظرون حق الكويت نظرة ثانية. هذه ديرة ما بعدها ديرة والله ما بعدها ديرة، إن شاء الله نشوفها أجمل ديرة ونشوفها ترد مو لولا نشوفها نجمة إن شاء الله. أتمنى يا رب. نسمعها بصوتك؟ ما نحافظها والله. شو اللي تقدر عليه؟ لا لأن أنا يعني أصلا هي هذه قديمة، هذه من قبل الله يحلون المجلس يعني من زمان فترة. حلو انزين، من قبل فاصل ما ناخذ من شوية قلت لي بحضر الأغنية اللي كنا بنقولها، نسمعها منك؟ دام أنا بتغني هالأغنية. شو أنا قاعد أقول شنو تبين؟ قلت لك مساعة أبيها. راح خلي راح خلي إن شاء الله. السلام عليك. يمكن احنا لما تكلمنا عن اغنيه مشعل العروي والسياسه فتحنا جروح بقلبك، وتكلمت يمكن قلت مو حافظ الاغنيه، ولكن كل اللي قلته هذا لخص لنا معنى ومحتوى الاغنيه هذه. وفعلا احنا نتمنى حق الكويت كل خير ان شاء الله، والخير والبركه ان شاء الله باللي موجودين واللي ان شاء الله ان شاء الله وبشبابنا. كثير يعني هي الاغاني اللي انت غنيتها والشباب يعني نسمع منهم أغاني جميلة، ولكن ظهرت أيضا كونك أستاذ تربية بدنية، كلمنا عن حب الطلبة لك وتعاملهم معاك، يمكن تكلمت بشكل جانبي عن هالموضوع هذا. إحنا نبي نسمع يعني شلون طريقة تعاملك وأنت صلاح حمد خليفة العادي الإنسان العادي معاهم، طريقة تعاملك معاهم شلون صار؟ طبعا شوف يعني خل أنا الفن بصوب أنا عندي طريقة والحمد لله يعني الله موفقني، يعني انا انزل لمستوى الطفل تفصل يعني اما بين لا لا هو عارفني انا صلاح حمد خليفه وعارفني انا اللي اغني وحتى اللي ابتدائي هي هذا اللي يغني يعرفوني فيعني انا ما انظر لهم انا فنان ولا انا بشوف نفسي ولا شيء، لا انا انزل مستواهم، انا بعطيه معلومه واذا ما حبني وياخذها مني شوف اذا انا ما حبيتك ما اخذ منك شيء صح، بس اذا حبيتك شنو تقول انا باخذه منك صحيح، وهذا اللي احنا يعني اللي حسيناه احنا قبل، اذا حبيت المطرب اتغلده حتى بالاغلاط اتغلده بكل شيء، حتى بطريقته حتى بالنسفه حتى بكل شيء مشيته تحاول انها تاخذ منه كل شيء عنه صح. ف
فهذا انا احب يعني حبوني الاطفال وعيالي بالمدرسه لاني انا نزلت لمستواه يعني العب وياهم اي يلا اشيله باخذ منه الكره يعني اشيله الساد تلقى يحوشني امثل اطيح اذا قوى يقلدون يعني ميسي ولا يفتر كذي اسوي نفسهم فتحس ان اذا لعبت وياهم غير يستانسون وناسه يعني عجيب اذا صار درس مهم يعني ولازم اقوله ولازم كذي يحسون بالملل شويه لان يكون جد شويه فيبون متعودين عليك حركي على, 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 على المرح متعودين وهي حصه رياضه يعني هو يبي يرفع عن نفسه من المواد ومن الحكره بالصف يبي يطلع طاقته صحيح فانا قاعد اقول يعني نعطيه طاقته يعني لو بعطيه المعلومه بطاقته اعطيه اياه وطاقته وانا كان عندي مبدا قبل اقول يعني بالفن يعني نفسه ان تدريس اذا صار ملحن يحفظون اليهال زين بالنسبه حق عيالك استاذي من تحس فيهم انه عنده روح الموسيقى عنده حس شوي انه ممكن يكون فنان او يغني لا لا الحين بعدهم يعني عيالي صغار شوي يعني العود بسادس لكن بعد يعني يبي لهم يعني ما يبين حسيت انه في شويه؟ اي هم كلهم يعني هم يهال كل واحد يطلع فنتك فيهم يحب الاغنيه يقلدها بس انا عندي الصغير كلش يعني اتعامل وياه او يا مال وين بتروح؟ او يا مال فماخذ او يا مال وين الحكي يقول لي يعني سامع او يا مال وين الحكي وكذي فماخذ او يا مال وين الحكي حلو ف يعني جريب شويه علي بالنهمه وهذا ويقلدني خاصه اذا عندي شيء قاعد اجربه بالبيت تلقى قاعد يمي وهذا عودي مالك شغل فيه ونزل عود في عود هناك اخذه انت هذا خله مالي يبا هذا ابي لا ينكسر كذي اودي فوق لا يعني تحس انه شويه في ميول حلو شيء حلو انك انت تصقل هالميول بعد هذه بموهبته ونشوفه يعني فنان مبدع مثل ابوه ويده وتتوارثونها يعني ابا عن جد صحيح. احنا نبي قبل لا نختم وياك وقبل لا نلحق على ان احنا نقول لك مشكور يعني على قبولك دعوتنا ويعطيك العافيه نبي نسمع منك شيء حلو يعني في ختام البرنامج والسبكي قاعد يقول لي ماذا لو سالم يا سالم احنا سمعناها السبكي يعني من البدايه خلاص الناس يقولون شو الانانيه هذه سمعنا شيء ثاني ما ادري شنو تبغى شنو ببالك أعطى شيء حلو على ذوقك أنا ودي أعطيكم يعني أشياء من الشريط مالي نفسه حلو بعيني شفتكم ليتني ما شفتكم بعيني شفتكم ليتني ما شفتكم يا زارعين الجمال بعماق العيون يا من بكم قلبي مال يا من بكم قلبي مال وظلات الشجون إما بعدوا إما بعدوا ولا اسعدوا قلب الذي حبكم قلب الذي حبكم قرب السماء إما بعدو إما بعدو ولا اسعدو قلب الذي حبكم قلب الذي حبكم بعيد السلام عليكم.
احسنت، يعطيك العافيه. صراحه نشكر حضورك اليوم، استمتعنا معك وذكرتنا بذكريات شعبيه وايد جميله. انا سعيد حقيقه في هذا اللقاء، وان شاء الله اكون يعني ضيف خفيف. ما قصرت، الله يسلمك، وانا سعيد لكم. كل الشكر لك، ومن ناحيه انت ضيف خفيف، بالعكس انت كنت يعني اكثر من خفيف، وكان يعني جميل التواصل وياك عن قرب، وفعلا شخصية يا جماعة. أنا قاعد أقول لكم تحت الهواء وأثناء الهواء، فعلا هذا هو صلاح حمد خليفة، ما تغير عن شيء. إحنا نتمنى كلامك ورسالتك إن شاء الله توصل للمسؤولين بخصوص توثيق الصوت وغيره من هذا التراث الشعبي اللي إحنا نتمنى أن إحنا نحافظ عليه. وصلنا إلى ختام برنامجنا اليوم، إن شاء الله نشوفكم بداية الأسبوع القادم بإذن الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.